من عقب ما شفنا معاكم علوم الجو لليوم نروح نشوف معاكم اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي مع الزميل سعود المعاضيد. صباحك الله بالخير وتفضل. يا كرام بالخير. طبعا انا متواجد. نعم كل الشكر لك يا اختي خلود، اصبح عليك بالخير واصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا انا متواجد في فندق السانت ريجز، وان شاء الله بعد قليل ينطلق او يعقد اجتماع 24 للجنه الوزاريه للبريد والاتصالات وتقنيه المعلومات برئاسه سعاده الدكتوره حصه الجابر وزيره الاتصال والتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد من اصحاب المعالي والسعاده وزراء الاتصال وتقنيات المعلومات. طبعا بنتعرف على تفاصيل اكثر على هذا الاجتماع. يسعدني ان ارحب بالسيد محمد علي المناعي رئيس هيئه تنظيم الاتصالات. يا مرحبا ومسهلا فيك، وشرفنا على شاشه قناه الريان. مرحبا بكم، مرحبا بجمهوركم ان شاء الله. الله يحييك. في البدايه ودنا نتعرف على الاجتماع بشكل عام، ايش هي اهم المواضيع ان شاء الله اللي بيتم طرحها اليوم؟ بداية نحب نرحب أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الوفود الجايين إن شاء الله اليوم. طبعا الجدول الأعمال اليوم راح يكون في مواضيع كثير مهمة، من الأشياء المهمة اللي راح يناقش الاجتماع اليوم اللي هي نظام الحوكمة الجديد للجان التابعة لوزراء الاتصالات ووكلاء البريد، على أساس يستبدل النظام القديم الموجود. طبعا بالإضافة لأشياء ثانية كثيرة لها علاقة بقطاع الاتصالات والتنسيق الراديوي بين دول المجلس والدول الأخرى، والعلاقات بين المجلس والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات وجهود التنسيق فيها، بالإضافة لأشياء متعلقة بالإنترنت وكيفية أن دول المجلس ممكن التعاون مع بعض على أساس تنسق مع مشتغلين الإنترنت العالميين. برأيك مثل هذه المواضيع اللي بيتم طرحها اليوم ومناقشتها، شلون بيكون انعكاسها في تطوير هذه القطاعات؟ أكيد دائما التنسيق بين الدول خصوصا دول مجلس التعاون يسهم لنا، يعطي دول المجلس قوة أكثر في التفاوض، خلينا نقول مع المنظمات الدولية، خصوصا في الأشياء اللي لها علاقة نسميها جودة الخدمات المقدمة وتحسينها في المستقبل إن شاء الله. هل هناك إن شاء الله تحطون لكم أسعار معينة للاتصالات الدولية أو حتى أسعار التجوال الدولية؟ طبعا من أهم المواضيع اليوم المطروحة اللي هي أسعار خدمات التجوال الدولية للبيانات، لخدمات البيانات، وإن شاء الله إذا اليوم أصحاب السعادة الوزراء أقروها راح يكون الأسعار خلنا نقول تنسق بين المجلس ويكون في تسعيرة موحدة بين دول المجلس جميعها. ان شاء الله. بس طبعا سؤال اخير قبل لا يبتدي الاجتماع، ودي ان تعرفنا عن موضوع الانترنت، ان شاء الله برايكم او من خلال مناقشتكم لهذا الموضوع شلون بيتم تطويره بين دول الخليج او الدول الخليجيه؟ هو تطوير الشبكات الموجود بين دول الخليج دائما هي شيء دائم، بس اللي نتكلم عليه اليوم علاقه دول الخليج بالمشغلين الدوليين او مقدمين التطبيقات في اشياء خلينا نقول ما تناسب قيمنا ومجتمعاتنا وعاداتنا، فنحاول دائما ننسق معاهم على اساس انه نشوف طرق التعامل معها ونحط اطر للتعاون معهم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه وعسى الله يوفقكم ان شاء الله في هذا الجزء. يعطيك العافيه ان شاء الله. يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تعرفنا على اخر التطورات في اجتماع 24 للجنه الوزاريه للبريد والاتصالات تقنيه المعلومات لدول الخليج. طبعا هذا كل اللي عندي من فندق السانت ريجز، وارجع لك يا اختي خلود في الاستديو. شكرا سعود، وايضا اشكر ضيفك الكريم. وبنشوف معاكم الحين مشاهدينا بعض الصور التي التقطتها او تناقلتها وكالات الانباء العالميه. اللي يقدر يشوف هذه الصور يعني بينتبه لها، اللي بس قاعد يسمعنا ما راح يعرف هي عن شنو. خلينا نتابع معاكم.
Ну, ты остановишься на себе. Fly away. How about the condition down? Did you clean the bottom? L'étape de mercredi hein, qui sera consacrée un peu plus aux sprinteurs. Jeudi, ce sera lundi. شفنا معاكم بعض هاللقطات، نفس ما قلت لكم اللي يسمعونا ما راح يقدرون يعرفون شو الموضوع، لازم تشوفون الإعادة اليوم الساعة 2. وننتقل إلى منطقة أم قرن، وهي من أهم المناطق اللي في الدولة نظرا لموقعها الجغرافي المميز. كما عرفت هذه المنطقة تطورا عمرانيا هاما، وتستفيد منها العديد من الخدمات. بنعرف تفاصيل أكثر عن أم قرن في هذا التقرير. المباني القديمة وآثارها تحكي قصة ما شيده الأقدمون. هنا كانت بداية منطقة أم قرن. البيوت عرفت تطوراً على مر العقود الماضية لتصل إلى ما هي عليه الآن، فاشتهرت المدينة بمبانيها الجميلة وعمرانها المميز. سمة أم قرن فيه جرن حزم شوي مرتفع، وخلوا عليه مصلى العيد وسموه أم قرن مثل الأسامي الروض اللي غيرها. أما هذه مشتاهم وقت الشتاء هني، وفي القيض الضعايل من يوم أهلنا لما حددوا الأرض واختصروا الأشياء هذه وتغيرت والناس تيسروا وصار البناء فيها.
منطقتهم قال ما كانوا مستقرين فيها، كانوا ينزلونها ويشدون منها بالذات ايام الشتاء، يشدون منها يززونها ويشدون منها، ما كان مقيم. لكن بدايه الخمسينات تقريبا اسكنوها المضاحكه وحياه جاسم بن علي والحميدات، اسكنوا في هالمنطقه وكانوا في البيوت القديمه بيوت الطين. المنطقة تشهد حركة بناء دؤوبة، ما يعد بمستقبل زاهر للمنطقة. مشاريع عديدة قيد الإنجاز، فيما تتوفر المنطقة على مركز خدمات متكامل تستفيد منه المناطق المجاورة، كما تستفيد من مضخة كبيرة للمياه ومحطة وقود قرب الطريق الساحلي، إضافة إلى مدرستين ابتدائيتين وإعداديتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات. أم قرن لها من الصفات أنها هي المنطقة أو القرية الوحيدة اللي تقع بين شارعين رئيسيين، الشمالي والساحلي. أم قرن تعتبر منطقة للاستثمار، للسكن، منطقة هادية فيها ثلاث عوائل كبار: الثاني، المضاحكة، والحميدات. عندنا مركز صحي ومركز خدمات عامة، مركز الضعاين. فالحمد لله تغير الوضع من السابق لحد الآن، ولكن نطمح إحنا كسكان منطقة مقرن بمرافق وخدمات تنفعنا وتنفع عيالنا إن شاء الله في المستقبل. واشكر الحكومه قدمت من خدمات لاهالي المنطقه، واتمنى ان تقدم لنا بعض الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين في المنطقه، منها الحدائق او المتنزهات، الملاعب. كما نتمنى من وزاره الاقتصاد ان تقوم ببناء المحلات التجاريه في المنطقه، بالاضافه الى الميره. تنمو المدينة وتمتد، آخذة شكلها الحاضر، محتفظة بماضيها العريق، متجهة نحو مستقبلها الواعد. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تقدرون تشوفون الإعادة الساعة 2، وتقدرون تتواصلون أيضا معنا عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح على وسائل التواصل الاجتماعي. نشوفكم باكر مع مواضيع جديدة، وفي أمان الله.